هذا الرجل اختصاصي في الكهرباء، أصيب خلال عمله وزملائه في بناء جسر مخصص للمشاة الذي يعتبر واحدا من بين أبنية عديدة تنشأ في نيودلهي تحضيرا لدورة ألعاب الكومنولث. الطبيب قال لي إن ظهري مصاب وقال لي إنه علي أن أستلقي هكذا لثلاثة أشهر. هؤلاء الرجال محظوظون لبقائهم على قيد الحياة، ومع تأخر إنجاز التحضيرات للألعاب التي تنطلق في تشرين الأول المقبل، وجد العمال أنفسهم تحت ضغط كبير للانتهاء من العمل قبل موعد الدورة. لم يكن هناك أمان ولا شيء منظم، قالوا لنا فقط أن نعمل بسرعة لا أكثر. قوانين البناء في الهند لطالما كانت متراخية، ولكن مع بقاء أيام قليلة فقط تفصل عن موعد انطلاق الألعاب، النقابات تقول إن شروط السلام الآن هي أسوأ من أي وقت مضى. بعض العمال يتقاضون أقل من $3 لقاء عملهم ل13 ساعة يوميا دون أي وسائل أو ملابس للحماية، والمواد الرديئة المستخدمة في البناء أصبحت مصدر قلق للحكومة بعد أن تفقدت عددا من مواقع البناء. كانت هناك العديد من الحوادث والإصابات، والحكومة أقرت أمام البرلمان في شهر تموز أن 42 عاملا قتلوا في مواقع ألعاب الكومنولث وحدها. المسؤولون عن الألعاب والحكومة في نيودلهي رفضوا التعليق على هذه المخاوف، لكن المياومين ما زالوا يعملون في ظل ظروف قاسية، ما يهدد بتسليط الأضواء على عيوب الهند بدلا من إنجازاتها.